بعكش بده تخطيط وتفكير صح. سيدي في واحد شفناه بتردد اكثر من مره عند رافعه. مين هو؟ واحد عامل حاله بغني الى صوابعنا وكم من ملف. هذا لغز جديد وقصه جديده. على كل حال تابعوا لي موضوعه لحتى نشوف شو في وراء. تحرير، تحرير وينك؟ يعطيك العافية، مالك مش على بعضك؟ شو فيه؟ ولا اشي، بس وقعت على ظهري وانا اشيل الاغراض للدكان. احط لك عشاء؟ لا لا انا تعبان بدي افوت انام. الو، هلا هلا يا باشا. والله عملت كل جهدي بس الجماعه ماخذين حضرهم كتير. حاضر يا سيدي، حاضر ولا يهمك، مع السلامه. الامور تحت السيطره سيدي. علم علم، برضه هم شغالين علينا وعيونهم ما بتفارقنا. أكيد. الو، انا جاهز، يلا تحرك. سلامات. تفضلوا هاي القهوة. معلش نشربها بعدين. يا سيدي الله يسهل اموركم. رقم. ألو، أهلين. نعم أنا التحرير. ماشي، جايك الدور، صبرك علي. غريب،
هلا هلا ابو حديد، نورت. روح الله ينور عليك. انا لما بشوفك بتفائل، بحس انه مراتبي راح تعلى على ايدك. ان شاء الله ان شاء الله يا زلمه. حبيب قلبي الك ولا للذيب؟ خس الذيب. خليني انا عندي حس امني. اسمع، جايك بموضوع مهم جدا جدا. امبارح انت لما حكيت معاي انا كنت مشغول. على كل حال تعالوا جيب الاغنية خلينا نسمعها. ماشي ولا يهمك. انت وين؟ اها عرفتها، يلا هيني جاي. لا 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 لا، انا بشتغلش غير بالاسلحة. المخدرات الله يبعدني عنها. يا زم بلا هبل اسكت، لسه شغلي بهذا المجال احسن. تقعدش تتهبل تعملي فيها شريف. مهول. بلا مهول، اسمع وراك. شغلي بهذا المجال لسه اوسع، وراح اسحب منك كميات راح تزهق مصاري. مش عارف انا ليش بحبك وبوثق فيك. قولي شو النوع اللي بدك اياه. ولك روح، الله يبيض وجهك فوق ما هو اسود. شوف يا سيدي، هيني بعتها للمنتج اللي دفع لك المصاري، اكيد راح تعجبه. تعرف يا ابو حميد، ما في شكار في الكون، ما في شكار الا مشيت فيه. المهم بدي منك شغله، بدي اياك توصي جماعتك علي. حبيبك انا. مين جماعتي؟ شوف شو مالك انبخعت يا زلمه، قصدي المصدر، المصدر اللي بتجيب لي منه. توصيهم علي، تقولهم انه هذا زبون وبسحب ووضعه تمام، يعني عشان يعملوا لي خصم. خلص خلص ولا يهمك حبيب قلبي انت، ولا كيسعده وعني ما يبعده. بدك اشي؟ بدي سلامتك. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مش مهم، بتحط صور على الأغنية وبتنشرها، بتنشرها على النت وبتمولها. بديها توصل لكل بيت، لكل صبية، لكل شاب. سلام. والله شكله أبو حديد غويط وخبرة. خلص أمورك تمام، بتقدر تروح، ولما يصير شيء جديد أنا ببلغك. ولا يهمك. سلامات. سلام. ألو أحمد. هلا. سبحان الله، بدي إياك بموضوع مهم. هسا قبل الموضوع، بخصوص اللي صار معك، الشخص اللي تهجم عليك، انسى الموضوع ولا تحكي لحدا. ليش؟ المفروض نعرف مين. يا زلمة زي ما بقول لك، خلص هيك الأوامر. المهم شو هو الموضوع؟ في زبون لازم أعرفك عليه، تاجر كبير وبيفيدنا. ماشي ماشي، منرتبها بعدين. يلا سلامات. ألو يا باشا. ها يلا يلا، هاي اللي جايك بسرعة. يلا. أما بخصوص المغني اللي التقى في رافع، اليوم نزلت له أغنية غريبة، وهذا بدل على أنهم جماعة بيشتغلوا على كل شيء. طب إيش هاي الأغنية؟ موجودة معكم؟ طبعا. تفضل اسمع.
شارب سكران بضرب حشيش زي الدخان احبك انا تعبان تعبان سهران الليل وانا هيمان سهران الليل شارب سكران بضرب حشيش زي الدخان احبك انا تعبان تعبان خلص وضحت الامور.